Bellissimo. كانت علاقة ديال صداقة وديال يعني ديال بحال تعاقد معنوي خلال هاد الفترة ديال 37 سنة اللي خدمنا جميع واللي كنا من النهار الأول وحدة بدات يدها الأخرى باش ندافعوا على الأمهات العازبات وعلى الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال بالأحرى اللي مزدادين خارج نطاق الزواج حتى لا يتخلى عنهم. يعني كانت علاقة مبنية على مبادئ وعلى قيام نبيلة جدا لإنقاذ هاد الأمهات وهاد الأطفال في مجتمع لا يرحم. كان حدث مؤلم، كان مثل زلزال، يعني زلزل قلوبنا وزلزل المجتمع، لأن عايشة عندها واحد الكاريزم وعندها واحد الشعبية كبيرة لدى المواطنات والمواطنين، عندها ذاك الأسلوب البسيط اللي كيوصل للجميع. وكانت يعني تأثرت أنا كثيرا من اللي سمعت الوفاة ديالها، تأثرت لأنني كنشوف فيها بحال عضو في الجسم إلى فقدوا الإنسان. آخر كلام كان 10 أيام قبل ما توفى الله يرحمها، تشكت لي بزاف من الأوجاع اللي كانوا فيها، تشكت لي من القلب، تشكت لي من التنفس، تشكت لي من هاد، قالت لي جنابي كلهم ولاو ضاريني، ما بقيت قادة لا نجلس ولا نعس. ولكن سألات كذلك على الجمعية. هو فاجعة، هو فاجعة للمغرب كله، أحد بالنسبة للناس اللي قرابين لها، قرابين لها عائلتها، قرابين لها عضوات الجمعية كلهم. أنا كنت ثالث فاجعة عندي في هذا الشهر. الفاجعة الأولى هي وفاة زوج ديالي، الفاجعة الثانية هي الوفاة ديال الأخ ديالي تبعو. وكيف تيقولوا لو كو دو غاز، كانت إدر سماع خبر لعيشة، خسارة، حقيقة خسارة. إنسانة، أول إنسانة مع مجموعة ديال النساء، مع المكونين اللي مكتب الجمعية والمؤسسات الجمعية، أول من كسروا طابو الأمهات العازبات والكلام ولا المطالبة بالحديث عن التربية الجنسية، وكانت كتطالب باش يكون التربية الجنسية في المدارس. فعلا فعلا صدد الموت ديالها خلى حزن عميق، حزن عميق. وانا كنقول باش يمكن اللي ممكن نديروه هو ان استمرار في هذا العمل هذا. ما حلمت به لعيشة وما حققته رفقة زميلاتها، ما قامت به من عمل، من نكران ذات لحد أن آخر رمق في حياتها، وهي باقي كتسول يكفي أن مكالمة هاتفية معها ولا أول حاجة كتقول لك اشنو فين واصلين، اشنو كديروا، وبلي كتعطيها الخبر كتحس بها في البدايه ديال المكالمه كتكون كتحس بها عيانه وكتحس بها، وما حدك تتكلم معاها على جمعيه وتتقول لها راه اللي درنا راه دخلنا في مشروع شراكه مع واحد الجمعيات على اساس اننا نقدموا واحد المشروع اللي غادي يمولوا هذا اللي غادي يمولوا لينيون اوروبي، الاتحاد الاوروبي، الا وكتحس بها بحال انتعشات. وانا كنت كنقول لها لا عيشه، راه كنقول لك الشوكه ديال التضامن. وحقيقه لا تعوض، ما يمكنش نقولوا
ما يمكنش نقوله بأن غتكون واحد العيشة واحد أخرى، ولكن كنقوله بأن الاستمرار كاين والناس كاينين وغيمشيو على المنوال اللي خطاتو مع المكتب كامل، مع زميلاتها، مع ما ناضلت من أجله، ما عانت من أجله، ما حققت خلالها. سيستمر سيستمر سيستمر. اللي نقدر نقول أنها صاحبة القلب الطيب، الابتسامة الدائمة، يعني اللي غادي نقوله في حقها راه بزاف، يعني راه يعني ما نقدرش، يعني راه موسوعة هي ديال القيم والمبادئ، وعلاقتي بها جد جد طيبة، زعما ما كنحسش بها رئيسة، ولا كنحس بها يعني شي وحدة اللي يعني شي وحدة كتحسي بها يعني راه الفوق، ولا كتحسي بها عادي بحالك بحالها، بحال اللي كتهضري مع الام ديالك. وتلقينا راه صدمه، راه بالنسبه لنا كاملين راه صدمه كبيره، ولاني راه الموت راه حقيقه ما عندنا ما نديرو، يعني صبر طبيعه الحال. قبل الوفاه ديالها يعني المرض ديالها فاش لازمت الفراش وهذا، وما بقاتش كتجي، يعني راه بان الفراغ ديالها، فراغ كبير، فما بالك ان يعني راه توفاها الله، يعني الله يرحمها. مدام جسنا الله يرحمها ويسع عليها في هذا النهار، كانت إنسانة يعني إنسانة مزيانة، وشهادة الناس كاملين كانت إنسانة تاج فوق الأمهات العزيبات. وكان لأول مرة شتها كانت هضرت معايا وكانت نصح البنات بطريقة زوينة. وواحد النهار كانت واقفة حدايا كانت نصحني نصائح زوينة، وضربت على كتفي وقالت لي: بنتي ما تمديش يدك لغيرك، ديما عولي على راسك. يعني كانت هذه واحد الهضرة اللي ديما ما عمرني نساها. وبالنسبة للوفاة ديالها جاني بحال صدمة، يعني جاني في الصباح، خصوصا في, 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 في المواقع التواصلية، داك الشيء جاني بحال الصدمة، وما عرفت شنو من بعد غيوقع، واش غنبقاو في الجمعيه، واش غنمشي، واش ما عرفتش. كانت الافكار مشتته، واكتشفنا باللي راه الحمد لله الجمعيه غتستمر. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.